والله بصراحة أني بعد استشهاد زوجي 2005 وسافرت بعدها ورجعت من السفر نهاية 2008، فحبيت أسوي فشي للأيتام. بالبداية قمت أدفع مبالغ بسيطة، بعدين صار عندي فكرة أنه أفتح دار مال أيتام. أخذت 10 أيتام، والعشر أيتام خلال أسبوع صاروا 40 يتيم. بعدها تكاثر العدد عندي، وهسه عندي أنا حوالي تقريبا 105 يتيم صاروا. 105 يتيم هنا بالميتم؟ دار ما اعتبره ميتم، هذا دارهم بيتهم، لأنه كلمة الميتم صعبة عليهم. فبيتهم هذا احنا عائلة كاملة الحمد لله والشكر، أولاد وأمهات هنا بالدار نرعاهم، حتى الكادر التدريسي عندنا رجال الحمد لله معتبريهم أولادهم. أكو حب، تبادل، عاطفة. قلت لك هذا الدار انفتح بسبب استشهاد زوجي، هذا الدار ثواب إله، فقدان أب لأولادي، لأنه أولادي أكثر الناس. طبعا عندي بنتي الكبيرة يعني انهارت تماما، عندي شهد لحد اليوم تقول أتمنى بابا عايش يشوف هذا النجاح، يشوف الاستمرارية بالحياة الصعبة اللي عافنا بيها. بس الحمد لله والشكر انه رغم كان دلال ابوهم شقد كبير لهم، وهسه حاليا هم يمكن اكثر رفاهيه. اليوم انت ساهمتي بنجاح اطفال، وصلتيهم لمراحل من دراسه؟ طبعا اكيد عندي اطفال دخلوا، اولاد دخلوا جامعات، عندي صيدله، عندي اعلام، تخدير، هوايه مجالات دخلنا طلابنا، قانون. هاي السنة أنا خرجت 2 واحد إعلام 1 قانون، العام كانوا أكو صيدلة، تخدير، إدارة أعمال، السنة قبلها بيولوجي وأيضا إعلام وقانون. والحمد لله والشكر أنه أنا أوقف اليتيم على الطريق الصحيح، حتى البنات أنا ما أخليهم يتزوجون على ما يدخلون كلية.